بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل باقي example 1.1. حكينا هاي القسم الأخير من 1.1 اللي هو formal definition of limit، يعني تعريف النهاية. تعريف النهاية حكينا إنه هذا بنسميه A، هذا F الX، وهذا هو عبارة عن ال L. إذا ال A عبارة عن 3، F ال X 2 X زائد 1، و ال L 0. طيب تقريبا هذا أحاول أبسط لكم السؤال بشكل عام. تقريبا المكتوب الأحمر معظم الأسئلة راح نكتب هاي القالب، أو هاي هاي القالب we want to show that for any epsilon أكبر من صفر there is دلتا أكبر من صفر such that if صفر أقل من x x ناقص 3 اللي هي ال a أقل من دلتا then 2x زائد 1 اللي هي f ال x ناقص دائما في السؤال 7 اللي هي ال l أقل من epsilon. هذه سوف إيش سوف نبسطها بحيث تصبح بدلالة x ناقص 3. طيب عندي 2 x زائد 1 ناقص 7. الآن 1 ناقص 7 تساوي 6، 2 و 6 بنطلع منهم عامل مشترك 2، 2 لما نطلع منها مشترك تبقى x عندي 6، لما نطلع منها عامل مشترك 2 يبقى من 3. طيب 2 طلعناها برا المطلق وبعدين قسمنا عليها epsilon على 2. طيب إذا therefore we want delta such that إنه صفر أقل من x ناقص 3 أقل من دلتا then x ناقص 3 لهاي أقل من epsilon على 2. إذا we choose delta تساوي epsilon هذه نفس المثال limit 45 سؤال 45 limit x تقول لل a. إذا ال a 8 f ال x 15 ناقص 6 x وال ال يساوي سالب 3. تطبيق على القالب we want to show that for any epsilon أكبر من صفر there is delta أكبر من صفر such that if إن الصفر أقل من x ناقص 8. من وين الثمانية؟ من هنا أقل من دلتا then 15 ناقص 6 x اللي هي f x ناقص في السؤال دائما ناقص، والال كانت ناقص 33 أقل من epsilon. الآن زي ما حكينا هاي بحاول أبسطها بدلالتها. طيب 15 ناقص 6 x زائد 33، 33 و 15 48 ناقص 6 x، نسحب السالب 6 x عام مشترك يبقى عندي من الأولى x ومن 48 قسمة سالب 6 اللي هي سالب 8. طيب سحبنا سالب 6، سالب 6 لما تطلع برا المطلق ايش راح تطلع؟ تطلع بالموجب. طيب x ناقص 8 اقل من epsilon. الان نقسم على 6 بنقسم على 6، اذا epsilon ناقص 6. طيب choose ايش therefore we want delta such that x اقل من 8 then x اقل من 8 epsilon على 6. اذا نختار epsilon على 6. تقريبا معظم الأمثلة نفس الفكرة العامة اللي هي طيب نيجي على 46 آخر سؤال في 1.1. طيب يقول لي ام x زائد b يساوي ام a زائد b ال a x تقول لي. طيب اللي هنا دائما x تقول للعدد اللي هنا أو للرقم اللي هنا أو للرمز اللي هنا، العدد اللي هنا هاي عبارة عن أعداد تنتمي للأعداد الحقيقية. طيب بنسميها A. إذا ال A A M X زائد B تساوي F ال X M A زائد B اللي هي L. طيب We want to show that for any epsilon أكبر من صفر there is delta أكبر من صفر such that
ان الصفر اقل من اكس ناقص اي، الاي اللي هنا هي اقل من دلتا، ذن ام اكس زائد بي اللي هي اف الاكس ناقص، في السؤال دائما ناقص ام اكس ام اي زائد بي اللي هي ال اقل من ابسلون. طيب قلنا هاي نبسطها، هاي نبسطها بدلالة هاي نبسطها. فوتنا السالب هنا بيصير هاي سالب. طيب هاي سالب مع هاي موجب بتروح مع بعض، يبقى عندي ام اكس ناقص ام اي. ناخذ العامل المشترك الان بنطلعه برا المطلق بنقسم على ام ابسلون على ام، اذا بنختار ابسلون على ام، ولكن في قبل ابسلون على ام في عندي شيء بدنا نكتبه. Therefore we want delta such that إن الصفر أقل من x ناقص a أقل من delta then x ناقص a epsilon على m، إذن بنختار epsilon على m. هيك بعون الله أتممنا 1.1 exercise 1.1. أتمنى التوفيق للجميع، ولكن دائما التدريب التدريب ثم التدريب. نحل السؤال أكثر من مرة بحيث نتدرب بالكتابة وليس بشفويا. دائما التدريب 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 يصنع المستحيل، وبالتوفيق للجميع.